Hi Virgo, what's going on? Happy birthday Virgo, كل عام وانتم بخير، بتمنى تكونوا بخير وبصحة طيبة، وبتمنى لكم سنة جديدة رائعة وجميلة مليئة بالسعادة والأخبار الطيبة والمفرحة. So what's going on Virgo؟ هذه قراءتكم يا عذراء، قراءتكم اليوم مني أنا، بتمنى تعجبكم. فيرجو، انتو أكتر ناس، أكتر viewers that's what I'm trying to say، أكتر viewers بالنسبة لي فيديو الفيرجو، فيديو العذراء. I'm very thankful for that، أشكركم جدا. وحابة أرحب برضو all my new subscribers. Welcome to my channel. Thank you very much for joining me in this journey. Yeah, so هذه القراءة راح تكون لفيرجو. زي ما بتشوفوا أنا I'm burning cinnamon. That's the usual stuff, right? Okay. For you، عشان اللي خطركم بيه يجي بسرعة. Okay، so first of all Virgo، أنا رح أعمل شوية astrology. طبعا into the start of this month، sorry guys، I'm literally going out أعمل شوية workout. I just finished work and I'm a little bit like kind of I need to go out. So بس قلت لازم أعمل قراءة لفيرجو for it's their birthday. Okay، and they're being patient. شوفوا إني أنا برضو مش لابسة any jewelry or anything because I'm going out doing some workout. Yeah، so anyways let's see what's going on with Virgo for their astrology. Virgo, you're the star of this month. انت النجم، انت النجمة، انت القمر، انتم الشمس. الشمس in your sign actually. طبعا it's your solar return, right? I don't know how to say that. مش عارفة كيف أقول بالعربي، بس الشمس في برجكم. And it's called in English your solar return. Okay؟ لما الشمس تيجي في برجكم. Anyways, so what's going on? عندنا Mercury which is the ruler of your sign. Mercury الحاكم لفيرجو. Okay، is retrograde now as we speak، في الوقت الحالي is retrograde، لكن Mercury is going to go forward. Mercury، أنا مش عارفة إيش Mercury بالعربي. Mercury متراجع في برج العذراء. Okay، برجك في your first house، in your house actually، في بيتك الأول. Okay، Mercury is going direct on the 15th. Okay، I just have some notes. Of course بالنسبة للأسترولوجي I have to prepare my notes، أحضر ملاحظاتي قبل ما أبتدي القراءة بالنسبة للأسترولوجي عشان أعطيكم something accurate، أشياء صحيحة. Okay، so yeah، so Mercury will go forward، راح يمشي متقدم on the 15th. Okay، بس في الوقت الحالي هو متراجع. ايش يعني ميركوري متراجع في بيتك الاول؟ فانت بتنظر لبيتك ال 12 which is ميركوري which is ليو. Yeah، ليو الاسد. So ايش صار في بيتك ال 12؟ في اشياء هيدن، اشياء مخفية عنك، فخلي بالك لغاية يوم actually بالذات يوم 15 on the 15th، لأن Mercury حيكون في موقع invisible غير مرئي in the sky. ف be careful لو بيحصل any scam، اختلاسات، أو أحد ياخد منك، أو مثلا أخطاء في الكريدت كارد، أو أخطاء في البنك في الحسابات، ف be careful. فهذا شيء بالنسبة يوم 15 ممكن يصير، أو 14 15.
برضو أنا شايفة إن الفترة هذه لغاية يوم 15 فترة الريتروغريد، أنا شايفة إنه عندكم like a retreat because it's in your first house, right؟ بيتكم الأول، فشايفة إنكم أنتوا تشعروا بنوع من التعب، إن حابين شوية خلوة، تراجعوا حساباتكم، لأن في أشياء من الناحية العاطفية صايرة في الوقت الحاضر. باعتبار إن بايسيس your seventh house، بيتكم السابع، بيت العلاقات، علاقات من جميع الأنواع، علاقات عاطفية، علاقات بزنس. وساترن now is in Pisces retrograde، فأنا شايفة في شوية مشاكل من الناحية العاطفية. Okay. So Virgo، أنا شايفة في مشاكل من الناحية العاطفية، وفي نوع من الخصامات أو الخصومات. أهم شيء إنه تحاولني أنتم ما تتسرعوا في القرارات. أنا برضو حاسة إنه أنتم فيرجو، يعني مش حتى بسبب مواقع النجوم والموفمنت والبلانتس اند ستف لايك ذات، حتى بسبب هيك جايني إحساس إنه في منكم some of you عنده علاقات like long distance relationship، يعني في علاقة long distance. إيش يعني long distance؟ يعني علاقات مش أنت في علاقة، أنت أو أنت في علاقة يعني من شخص مع شخص آخر في بلد ثانية، أوكي؟ يعني مش عايش معك في نفس البلد أو نفس المدينة. So anyways، أنا راح أعطيكم بس يومين تخلوا بالكم منهم، اوكي؟ يومين فقط من ناحية الاسترولوجي، من ناحية planet movement. On the 19th 19 سبتمبر الشمس، which is in your house now، في بيتك انت او انتي، هتعمل opposition، معاكسة مع نبتون in Pisces. اوكي، نبتون في برج الحوت، وبرضو ساترن في برج الحوت، اوكي؟ ان برج الحوت زي ما قلت بيتكم السابع، بايسيس بيتكم السابع، فهذا ممكن يحرك المشاكل العاطفية شوي، يخليها مشاكل شوي يعني متأججة. I don't know how to say it but anyways، راح trigger the relationship sector، اوكي؟ راح تكون في مشاكل اكثر حده او something like that on the 19th. ربما برضو يكون في نهايه علاقه، نهايه علاقه عاطفيه او نهايه علاقه عمليه، اوكي؟ وبرضو ممكن انت تحس بانك زي ما قلت انا في الاول، انك بتحس بانك عاوز شوية خلوة، او انك انت like go in a hermit mode or meditation or prayers or something like that. برضو الشيء الثاني، ممكن انك انت تتعامل مع شخص passive aggressive في العمل او in the relationship sector، يعني شخص مش عاوز communicate with you، يتحدث معك، فبيعطيك ال silent treatment، يعني ما حابب يحكي معك، ف being passive عدواني، passive aggressive I think عدواني. Yeah that's pretty much. Mercury راح يعمل، Mercury زي ما قلت راح is gonna go forward on the 15th، بس خلي بالك يوم 14 و15 راح تكون في أشياء more أكتر hidden، okay؟ But once Mercury goes forward, oh, and the other thing, Jupiter.
Jupiter also gonna go retrograde في برجك في سوري في بيتك ال Jupiter in Taurus بيتك التاسع Taurus بيتك التاسع yeah on the ninth house okay برج الثور Jupiter will be retrograde okay so أنا برضو شايفة من ناحية هذه إنه ممكن يكون في تأخير في مواضيع تتعلق لو كان في مثلا legal issues مواضيع قضائية أو مواضيع سفر أو مواضيع إجراءات سفر أو إجراءات هجرة أو something like that ممكن يعني مش ممكن راح يكون فيها تأخير it's gonna be slow okay but other than that everything is cool لأن أساسا Mercury راح يكون يعمل multiple trines مع جوبيتر سو هذا راح يلطف الموضوع عليكم شوي اوكي يا اند از اي سيد يور ذا ستار اوف ذس مانث اوكي سو دونت وري اباوت ات جست بي كيرفول يوم 19 قلت اند يا اكشلي ذاتس ذا اونلي داي ويوم 29 و30 لان يورانوس راح يعمل سكوير مع جوبيتر في بيتك في بيتكم التاسع فهذا هذو الاثنين يعني اللي تخلوا بالكم شوي منهم other than that you should be fine بس انا برضو حاسة ان فيرجو في علاقات long distance يعني علاقات بعيدة مش في نفس البلد او في نفس المدينة okay Virgo let's start your tarot okay لا وري راح أعطيكم حقكم من قراءة التارو. Spirit, what do you have for Virgo? Spirit, what do you have for Virgo? Death. زي ما بتشوفوا اني انا بورجيكم الكاردز وبقولكم ايش اسم الكارد خلي بالكم فيرجو اوكي the empress ten of swords there is ending 100% ending in the relationship sector او yeah relationship could be business or يعني romantic oh geez three of swords but it's in reverse so that's good في نهاية في انتهاء في علاقة معينة knight of cups the magician this is your magician is actually ruled by mercury Yeah, the ruler of your sign. Magician is a Gemini card, but it's ruled by Mercury regardless. يعني محكوم بي Mercury. The Chariot. Nine of Coins. Good stuff, Virgo. Good stuff. بس في نهاية 100%. في نهاية لشيء عندك death ten of swords and three of swords خلي three of swords آخر واحدة لأن عندك نهاية في in relationship sector في علاقة okay سواء علاقة عاطفية أو علاقة علاقة business 100% أنا شايفة عاطفة شايفة رومانتك بس ممكن تكون بزنس لأن بس أنا شايف لأن في كتير cups here في nine of cups and في oops sorry I'm just gonna fix the chair sorry guys بس في نهاية 100% see you got ten of swords and you got death هذا نهاية هذا موت شيء قديم عشان
to for rebirth, for something new to be rebirthed. Okay, من أجل إعادة إحياء شيء جديد أو من أجل التجديد أو من أجل النهوض من جديد. Okay, شيء لا عشان شيء عشان باب جديد ينفتح عشان شيء جديد يتولد rebirth. Okay, لازم القديم يموت ينتهي. Okay, so برضو Virgo is an earth sign, برج أرضي أو element, earth element, يعني عنصر أرضي. عندك the empress, هذه يمكن العلاقة الجديدة اللي راح تدخل بيها مع ال empress, الامبراطورة طبعا. Well, the Empress. Okay, so it could be a new relationship. ممكن تكون علاقة جديدة. ممكن تكون أنت راح تبتدي شيء جديد. Okay, بعد ما مات الشيء القديم اللي أذاك وزعلك لفترة طويلة. Okay, وخلاك محروم وخلاك في ألم وحزن وتعاسة. هذا مات هذا الشيء. Okay, هذا الشيء. شوف these swords. شوف انت كم انطعنت, عشرات المرات انطعنت وغرقت, غرقت في بحر من الدماء, بحر من الاحزان والالام. اوكي, نو وندر انا قلت لك ساترن ان بايسيس في بيتك السابع. This is karmic. Karmic relationship is ending. اوكي, okay? It's ending. لما توصل, لما تجيك رقم عشرة, it's the end, that's it, and you got death. هذه العلاقة ماتت وانتهت. حتى لو انت مثلا او انت ما زلتوا في بتعملوا مثلا اجراءات طلاق, قضايا وشيء زي هذا, it doesn't matter. القضاء راح ياخذ مجراه, راح ياخذ وقته. اوكي, بس العلاقة انتهت, ما فيهاش رجوع خلاص, لان في شيء جديد راح يبتدي. اوكي, once again, مرة تانية, الشيء الجديد اللي راح يبتدي ربما تكون علاقة مع الامبرس هذه, وهذه this is your energy anyways. هذه طاقتك انت او انت, لان انتو element, earth element, طاقة ارضية. اوكي, او عنصر ارضي, فهذه طاقتكم انتو. اوكي, اما ان شيء جديد راح يبتدي يتولد بعد ما مات الشيء القديم وبعد الالام والاحزان, او ان علاقة جديدة. اوكي, او انك انت او انتي حييتوا من جديد بعد ال you know, بعد الالام والاحزان والقرف اللي مريتوا به. لانه برضو عندك 3 of swords, but 3 of swords is in reverse. اوكي, it's good for you ان هي اجت in reverse. انا ما بحبها لو تكون like this. لو انها like this معناها انت you still in the midst of the pain. لو كانت upright like this معناها انتم ما زلتوا في الالم والاحزان والشقاء وسهر الليالي والبكاء والكآبه والستريس and depression and all of that bullshit. بس انتم طلعتوا منها لان جت in reverse, خلاص death, مات اللي طعنكم واللي جرحكم واللي المكم, انتهى من حياتكم خلاص. انتم طلعتوا وحييتوا من طلعتوا من الالم والاحزان والقرف. اوكي, that's it. I don't want to spend too much time talking about it. لأن كل شيء شايفاه جايك حب جديد, Knight of Cups, جايك يجري. أوكي, بعرض جديد, هذا عرض عاطفي جديد. Knight of Cups هذا عرض عاطفي جديد. أوكي, أوكي, جاي يعني كله عواطف. حتى لو إنه في الوقت الحاضر ما أجاك العرض, جاي في الطريق إلك. أوكي, أنا شاي يعني إيش, You're the magician, this is part of your energy. أوكي, عندك كل الوسائل انك انت تغير من حياتك وتتحول لحياة افضل. اوكي, لو ان انت عندك ما عندك عمل راح تتحصل على عمل. لو انك انت يعني طالع من علاقة عاطفية توكسيك كلها مشاكل كلها قرف, unhealthy relationship, راح تتعرف على الشخص الجديد او انت او انت, لان شايفة Knight of Cups. اوكي, you're the magician. Magician عندك كل الوسائل, you have all the tools to change your life to the
to best, basically to the better than before, way much better than before. اوكي افضل من الاول. وانت اساسا طالع من العلاقة المقرفة بسرعة ومنطلق نحو العلاقة الجديدة بسرعة، يعني طالع بسرعة من القرف ورايح بسرعة وممكن برضو انك انت راح تسافر. اوكي بس انا شايفة انك انت متجه بسرعة to your nine of cups to wish fulfillment، لتحقيق امانيك وتحقيق كل شيء انت او انت بتحبوه. اوكي this is nine of cups, this is wish fulfillment، تحقيق الاماني والرغبات والنجاح والسعادة. nine of cups is all like happiness and it's just like the sun، يعني sun احسن شوي بس that's the same thing. ممكن برضو يكون في ولادة طفل جديد، احتمال جديد احتمال برضو يكون في ولادة طفل، بس انا اكتر شيء شايفة انكم طالعين من علاقة مؤلمة مقرفة متجهين لعلاقة جديدة، سواء علاقة عمل او علاقة عاطفية بنجاح. اوكي you're the magician. اوكي you're the you have the chariot. 1 2 3 yeah so انا اخذت 7 8 cards. 3 من ال 8 cards هذه كلها major arcana. 4 actually 4 death, magician, the chariot and the empress. 8 cards عندكم منها 4 major arcana. So this is confirmation. انا دائما بقول لما بتجيني major arcana cards like the magician, the chariot, death, this is confirmation. تأكيد. This amplifies the energy. الطاقة الإيجابية سواء كان طاقة إيجابية أو سلبية، بس في قراءتكم أنتوا طاقة إيجابية. أوكي؟ إنكم أنتوا انتقلتوا من علاقة سيئة، من علاقة unhealthy، من مشاكل، من قرف، من سهر الليالي، من بكاء، من حزن، انتقلتوا to your wish fulfillment. أوكي؟ to your happiness. لأنك أنت the magician. You're not only the empress but the magician. magician يعني الساحر، يعني الشخص اللي بإيده كل المقومات وكل شيء إنه هو يحول حياته من جحيم إلى سعادة. basically that's what it is. أنت طلعت من 10 of swords، من 3 of swords to 9 of cups من الdeath، يعني شخص مات وبعدين تم إعادة إحيائه. okay رايحين to your nine of cups in the empress. You're going fast. في travel. أنا شايفة في travel. Okay؟ في سفر. يمكن أنت مسافر لل long distance relationship اللي أنت فيها أو أنت فيها. محتمل. خلينا pull some few cards. Let's do this one. Just for clarification. والله قراءتكم يعني بصراحة مش محتاجة توضيح، بس just for the sake cause it's, you know to make you happy guys. لاني I got all the confirmation كنتوا طلعتوا من العلاقة. طبعا once again Saturn and Pisces في بيتك السابع، فانتوا يعني في علاقة karmic relationship انت بتنتهي خلاص، ما في رجعة. انا مش شايفة في رجعة، في طلاق، في separation 100%. ما تحاول تعيد العلاقة، خلاص اللي ما تنته اللي ما خليه ميت، ما تحاول تعيد تحييه. اوكي it's not for your best interest. مش من مصلحتكم ان شيء يموت، بالذات لو كان unhealthy and toxic. don't try to revive it or يمكن برضو في شخص كان مريض because I got bad health. يمكن في شخص مريض، كان شخص مريض وتحصل على العلاج او في حالة what they call it now recovery. yeah انا شايف ان في شخص مريض بس now يعني او راجع من عملية جراحية or something like that. you're in recovery mode now. ايش بيقولوا recovery؟ I forgot. Recovery. R-E-C-O-V-E-R-Y. Look it up, guys. Sorry. لو كلمة ضاعت من
ضاعت عربية ضاعت مني, I'm so sorry, you have to look it up. بس أنت في شخص كان مريض بس الآن هو في حالة بعد العملية أو بعد عملية جراحية أو يتشافى, متهيالي يتشافى. وفي لمة عنكم, لمة في العائلة. أوكي؟ أنا شايفة في لمة في العائلة. أوكي, أنا مش حابة أقول الشيء هذا بس I'm sorry, I'm gonna have to say it. أعتذر, I'm gonna have to say it. لأن بصراحة عندكم يعني 10 of swords and death. And I'm so sorry. أوكي؟ My heart goes to you. اللي بي يعني أنا قلبي معاك. لو في موت في العائلة, في موت. أنا شايفة في موت. أنا شفت يعني شفتها 10 of swords death. بس bad health disconfirmed that. هذا أكد لي هذا الشيء. يعني في نسبة قليلة منكم, واحدة واثنين عنده موت في العائلة. I'm so sorry. My condolences. يعني أنا آسفة جدا, قلبي معاكم. أوكي. يعني فترة طبعا الفترة الحزن على الشخص المتوفي هذه راح تاخد وقتها. بس برضو يعني even this community came usually هذه something good. بس ممكن برضو ممكن تكون فترة عزاء. Yeah, أنا آسفة جدا, I have to say. لأنه واضحة يعني, أوكي؟ ممكن واحد اثنين ثلاثة يعني نسبة, excuse me, نسبة قليلة منكم. I'm sorry to say that. وفي فترة grievance. طبعا لما يتوفى شخص من العائلة نقعد فترة من الحزن وال تفكير و... بس أنا بحب أقول لك شيء اللي هذا الشيء ينطبق عليه لو كان في وفاة في العائلة. Once again, أنا آسفة جدا. أوكي, تعزية لك وقلبي معك. بس بحب أقول لك يعني لما الإنسان إحنا we're souls, okay, in a human body. إحنا أرواح في جسد بشري. أوكي, لما الروح goes crossed over, okay, crosses over and goes to the other side. لما الروح بتروح, okay, يعني لو انتوا قعدتوا تبكوا عليه كتير راح تأخروا وصوله إلى الأعلى. لأن الروح أدت مهمتها في الدنيا هاي. okay, now اجى الوقت ان هي تروح. it's a divine timing. انا بحب اقول لك الكلام هذا عشان بحب اقول لك ان الموت حقيقه واحنا مفروض ما نخافش منها. اوكي, انا تعلمت هذا الشيء لما امي توفت. my mom passed away a couple of years ago. اوكي, وتعلمت اني I how to cope with my grievance, how to cope with her loss, with losing her. اوكي, so yeah, ما تحزن على الروح لما تروح للأعلى. ما تحزنوا عليها عشان ما تأخروا وصولها, لأن الروح تقعد معلقة. أوكي, بين the 3D and the 5D. بتقعد مش عارفة كيف تتصرف لما بتلاقي الناس اللي أهليها أو أقرب الناس إليها بيبقوا كتير عليها. ويعني أنا بقول بكاء like بكاء, أوكي, مش بس grievance, بكاء وحزن كتير. الروح تقعد معلقة, فما تأخر وصول هذه الروح الطيبة إلى مكانها. أوكي, لأن عندها journey تانية. ما تأخرها ببكائك, خلي إيمانك قوي. أوكي, لأن هذا حق, الموت حق. لازم نتعلم إن إحنا ونعود أنفسنا إن إحنا برضو راح نروح. هنروح one day. We're gonna leave this 3D. Okay? أنا برضو حذرتكم. I don't wanna take too much time. But once again, I'm so sorry for your loss. Okay? آسفة جدا. برضو أنا حذرتكم قبل هيك إن ممكن يكون في scamming or يعني اختلاس أو شيء, فخلي بالك. Okay?
Because you got the thief. خلي بالك بالذات فترة I would say من 10 سبتمبر طول فترة الميركوري في تراجع بس بالذات ما بين 10 و 15 خلي بالك لأن ميركوري for the last two days of the retrograde becomes invisible وفي كتير أشياء أنت مش راح تلاحظها بس once ميركوري goes forward بعدين بيصير في تراين مع جوبيتر بتتوضح الأمور راح تنحل يعني أنا مش حابة أخوفك أوكي الأمور راح تنحل بعدها لأن ميركوري راح يعمل يعني مثلث متهيألي مع جوبيتر this is a very good aspect راح ينكشف لو في اختلاس أو سرقة من your credit card or your bank or something like that or something from your wallet راح ينكشف بس أنا في thief coming أوكي Okay, let's do some more clarification. هذه الروح اللي راحت. The phoenix rising from the ashes. هذه الروح اللي تركت ال 3D. تركت الأرض وراحت لcrossover للأعلى. Rising from the ashes. هذه ممكن تمثل هذه الروح This is confirming what I said. Okay? هذا يأكد كلام اللي قلته. Phoenix rising from the ashes. Phoenix أنا ما أقدر أقولكم Phoenix هو طائر. هذه أسطورة أساسا. Okay? هو الطائر اللي بعد ما تحرق is risen up. Okay? بيصحى that's what they call it rising from the ashes. بعد ما تحرق في النار بيحيا من أول وجديد وبيطير في السماء. That's what the phoenix is. اسمه the phoenix. Okay? اسم الطائر هذا. هذه بالنسبة للأشخاص and I'm so sorry once again بالنسبة للأشخاص اللي عندهم وفاة الروح رايحة للأعلى كونوا مطمئنين. Okay? ادعوا لهم. بس ما عليكم إلا تدعو لهم وراح يزوروكم هذه الأرواح الطيبة راح تزوركم في المنام راح تزوركم على شكل طيور على شكل butterflies على شكل dragonflies روح طيبة عندها another journey عندها رحلة تانية هذه الحقيقة وإحنا لازم إن إحنا يعني accepted نتقبل هذه الحقيقة وما نعطل وصولها إلى الأعلى ما نعطل وصول هذه الروح للأعلى ما تخليها معلقة بالنسبة للأشخاص الثانية اللي مروا بعلاقات unhealthy وقضايا وألام وأحزان this is for you too this is the phoenix أنت صحيت من الألم والأحزان طلعت من الألام والأحزان خلاص صارت وراك Remember, لو بتشوفوا my videos, remember, إنه you have to let go. Okay? تعلم فن التخلي. التخلي عن الماضي المؤلم. الماضي المقرف. Leave it behind you and close the door and lock it. اقفل الدور. اقفله. Lock it. Don't open it again. Okay? These cards are divination cards. Okay? اللي بقول لك عليه ما فيش مسج تانية. ما فيش رسالة تانية، ما فيهاش أي تفسير. أنت صحيت من الألم والأحزان، that's it. وراح تمشي متجه نحو سعادتك وبسرعة البرق. date. موعد عاطفي، موعد حب، موعد غرام. date. You're going on a date. What else? Meeting someone new. Guys, I am very connected to you. Okay? Your energy is very potent. The sun is in your sign. I can feel it. I can feel everything. I can feel your energy. You're going on a date. What did I say? I just said that. أنا بس قلت لكم. أنا بحس بطاقتكم. الشمس في برجكم. I'm like a sponge. I can absorb everything. حتى أنتم مش جنبي. أنا
ناو لما بشوف للكاميرا بشوف لك انت ولك انت، انتوا سامعيني وعارفيني وانا حاسه بيكم. اوكي انا I just told you. حتى ثانيه ما عدت لما قلت لك انك انت متجه نحو سعادتك. Look what you got. Date. You're meeting a new person. You're seeing a new person. You're out of the sorrow and the pain and the sadness. طلعتوا من القرف خلاص. Meeting someone new. Dating. Get back out there. Plan. Set a date. راح تتقابل مع شخص جديد. And you're gonna be happy. That's what it is. You're dating. احنا بنقول لها in English dating. معناها مرايح لموعد غرامي جديد. I'm not gonna clarify anymore, okay? That's it. Everything is clear, guys. Everything is clear. أنا بس two cards. It's 35 minutes. راح أعطيكم حقكم لأنه أنتوا it's your birthday. عيد ميلادكم فراح أعطيكم حقكم زي ما أعطيت حق الأبراج الأخرى وبالذات أنتوا فيرجو. يعني أقوى مشاهدة كانت عندي من العذراء. I'm just gonna pull two cards to confirm my messages to you. عشان أكد ما رسالتي لكم. أصدقائي أنا as I said before, okay, اعذروني لو إني أحيانا يعني أغلب الأحيان بتكلم English بس أنا بترجم right away. بقولكم الكلام بالعربي. So please, you don't need to leave me a comment. Okay, say أحكي بالعربي. أنت لو أنت أو أنتي اوكي انترستد ممكن تسمعوا تشتركوا في القناه وتسمع الفيديو للاخر. اوكي okay? اسمع الفيديو للاخر بدل التعليقات اللي ما لها لازم، لاني انا بقول زي ما as I speak in English انا كل ما اتكلم بالانجليزي بترجم بالعربي الا لو الكلمه I can't find it I I'm lost. اوكي okay? I live in Canada. I've been here all my life. اوكي okay? So that's that. ولو كلمة ما فهمتها Google it. وبعدين أنا عندي subtitles. It's enabled. Turn on your subtitles. So ترجم لو أنا ما فهمت كلمة ترجمها in Arabic. Okay guys? Please أنا مش حابة تعليقات مالها لازمة. Please. Okay? I can disable the comments. مش عاجبك؟ روح للقنوات الثانية. أنا ما بحب الكذب والخداع. لو أنت بتحب الناس اللي بتكذب وبتخدع وبتشد الورقة وما بتقولك حتى إيش هي الورقة هاي Go for it. أنا بحكي لك كل شيء. بقول لك what's this word وبقول لك الطاقة اللي أنا حاسة بيها. What's this card called? Okay بقول لك this is the chariot. أنا لا بكتب عليك ولا بخدع عليك ولا بجهز كلام ولا بنقل copy and paste. Okay? I'm an empath and I'm telling you the truth. You like my channel? You're more than welcome. You don't like it? Click off. I'm sorry Virgo. Virgo or anybody else. Okay? That's the language I speak. The situation will improve. The situation will improve. المسألة والمشكلة اللي أنتوا مرين بها سوف تتحسن. لطالما أنت تطلع من القرف والمشاكل خلاص اقفل الباب خلاص كل شيء راح يجي في وقته. There's divine timing. لو أنت في قضية في المحكمة راح يجي الوقت وتنحل القضية. كل واحد ياخذ حقه. أوكي؟ المسألة سوف او المشكله او whatever the situation ستتحسن. الموضوع راح يتحسن. That's what it is. Okay? Okay guys? There's no need to. So this is a yes. لما بتجيني رساله like this, this means a yes. Means you're going on the right path. ماشي في الطريق الصح. Okay? انت وانتي ماشيين في الطريق الصح. خليكم في الطريق الصح. المهم انه انت control your emotions، تتحكم بعواطفك انت وانتي ويكون اختيارك صحيح وما تقعد يعني على طول عايش في القرف والحزن والألم. اوكي لما علاقة سيئة فيها إهانة وتجريح وغدر وخيانة اتركها. leave it and move forward. وتعلم فن التخلي. As I said, let go. That's what it is. ولو كان المسألة في المحكمة رح يجي الوقت وتنتهي المحكمة القضية. اوكي؟ ولو كان المسألة ان شخص توفى خلاص
خلي الروح تروح لمكانها. الروح لازم تروح لمكانها في الأعلى in the 5D. ما تخليها معلقة في الوسط. أوكي؟ okay? It's not good. الحزن والبكاء. شخص أنت تحبه ادعي له بالرحمة وادعي له إنه هو يعني you know in the other journey they're going to or through it's gonna be easy on them. Okay guys, here's what you got. Choice. This is Gemini. Virgo and Gemini. Gemini الجوزاء. Virgo and Gemini are ruled by Mercury. محكومين بميركوري. Okay? You got choice. This is very beautiful card. You know what this means? Look at it. See? This is very beautiful card. And I'm gonna read from the booklet, Lina. This comes with magic spell. Okay? It's card number 6. بس أنا أقول لك. هذه this depiction هي على إنسانة. Okay? It's mostly a woman. Okay? مهتمة في حالها. She's taking good care of herself. She loves, she has self-love and self-worth. She knows self-worth. This is the Empress, basically. Okay? This is the Empress. وفي شخص, شفت الشخص هذا اللي من ورا الويندو؟ Okay? Oops. Sorry guys, I'm wearing my shorts, so. Anyways, الشخص هذا اللي من الويندو, هذا شخص حاط عينه عليها. It looks creepy. مخيفة. بس هي في الواقع هذا الشخص حاط عينه على الست هذه. يعني انت لو انت في هذا الوضع في هذا الموقع في شخص عينه عليك يحبك وحاطط عينه عليك وجايك في الطريق. اوكي؟ That's what it means. بس انا راح اقرا لكم ال لأن حابين نشوفوا what's the magic spell at the end. التعويذة. التعويذة السحرية at the end. Prepare for love. Exactly. Prepare for love. You got the phoenix and you got a date. Remember? You got the date. موعد غرامي. Okay? And you got the phoenix. طالع. The phoenix rising from the ashes. طالع من المشكلة العاطفية. Okay? Prepare for new love. Even if it doesn't yet have a face or a name. عشان هيك بتشوف الشخص هذا اللي من الويندو اللي he's peeking on or sneaking on this lady. Okay? مش شايف له وجه. مظلم. So even if you don't know, but be prepared. حتى لو انت ما بتعرف بس خليك مستعد لان في حب جديد جايك. حتى لو ما إله وش. اوكي؟ حتى لو ما إله وش، حتى لو ما تعرف مين هذا الشخص. هو جاي. Love itself will bring the right person. انت لما تحبي نفسك وتهتمي بنفسك، انت او انت. اوكي؟ There's no gender specifics here in my channel. اوكي؟ لما تهتم بنفسك وتعرف قيمة نفسك الحب الحقيقي راح يجيك in divine timing في الوقت المناسب. Here is the magic spell. Choose the right person. Pick a bunch of yellow leaves and place them in a vase. Take a mirror in your hands and ask it to show you the face of your future love in a dream. This is very beautiful. Okay? So, ايش تعمل؟ اطلع للبارك go to the park. Okay? الحديقة. Okay? And pick yellow leaves. Okay? Yellow leaves. أوراق صفراء.
اوكي احطها في فيز. You know what a vase, like a vase. You know a vase. حط الاوراق الصفراء في الفيز. اوكي بعدين خدي ميرور، مرآة قدامك انت او انت، وقول احكي مع الميرور، احكي في المرآة، حط الميرور قدام وشك. Like here, seen the picture? She has a mirror in her hand. See? Mirror, مرآة. واحكي انت في المرآة وقولي لها انا حابة اشوف حبي اللي راح يجيني في المستقبل، او حابة اشوف الحب الحقيقي، او something like this. بس خلي بالك برضو قولي لنفسك، انت لما تشوفي نفسك في المرآة talk to yourself, talk to yourself in the mirror. Say I'm beautiful, I'm happy, I'm prosperous, I'm wealthy, أنا جميلة، أنا محبوبة، I'm lovable. أنا أستحق أفضل الأشياء وأستحق أفضل الناس. الجميع يحبني، أنا محبوبة ومرغوبة من الجميع. Okay؟ أنا سعيدة، أنا فرحانة. Talk positive to yourself. Okay؟ أنا غنية، أنا عندي كل شيء. Thanks universe. You have to say thank you all the time. Be grateful. Okay? Be grateful. I want to see my love. I want to see the person, my soulmate or my twin flame. That's what you have to say to the mirror. لما تمسكي المرآة قولي أنا حابة أشوف حبيبي اللي بحلم بيه طول عمري ونامي. قولي هذا الشيء قبل ما تنامي. This is your magic. Okay? Guys, Virgo, العذراء. أنت وأنت. Happy birthday. Thank you so much for joining me. Okay? If you're not a subscriber, please subscribe to my channel. I love you guys. And I'll see you in the next one. Peace.